في الدوري العراقي الممتاز. تحدث عن لؤي صلاح عن عادل النعمة ومحاولة داخل منطقة الجزاء الآن الشرطة ممكن ثاني هدف ثاني للشرطة فهد اليوسف. الأولى كان الحظ يعاند فهد لكن الثانية في المرمى من فهد. سعيدة بهدف التقدم، سعيدة بهذه النتيجة. النقص العددي لم يؤثر في الشوط الثاني على الشرطة، وفريق يعرف كيف يتعامل مع المباريات حتى وأن وجد النقص العددي.